أعزائي المتداولون، أهلا بكم في موقع ديلي فوركس. نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع، وإليكم التقرير التالي. كانت الأسواق متقطعة وغير حاسمة يوم الأمس، ولكن الدولار الأمريكي يبقى قويا في حين يبرز الدولار الكندي كعملة ضعيفة. لم يتراجع زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بشكل أكبر، ولكن السعر ما يزال في نمط تنازلي مع صمود المقاومة. يرتفع زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد أن شكل مستوى دعم أعلى عند 109.92. يبدو زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي أضعف، حيث أنه يخترق الدعم بقوة ويصل إلى أدنى سعر له خلال 6 أشهر. كنتم مع ديلي فوركس، تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم.